لأن الضمير العالمي صامت، ولأن التحدي هو تحدي بقاء، يحاول بطارقة الشرق أن يحركوا عواصم القرار وأن ينتزعوا موقفاً من الأنظمة العربية يوقف حمام الدم والتهجير في العراق. وإلى اجتماعهم المطول في بكركي الذي عرضوا فيه لهذا الواقع، لا سيما بعد زيارتهم الأخيرة للعراق وبعد اطلاعهم على أوضاع المسيحيين هناك وما يتهدد مسيحيي الشرق، انضم سفراء الدول الخمس الكبرى بحضور السفير الباباوي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان. وفي الداخل نقل مطران الكلدان الآتي من العراق فظاعة الواقع. اليوم قرن 21، كيف ممكن أن يهجر 120 ألف مسيحي خلال ساعة ساعتين ويمشوا؟ وأيضا هناك أقليات أخرى كاليزيدية، أنه يقتلوا الرجال والأطفال ويزبوا النساء، ألف امرأة مزبية. يعني كيف ممكن هذا المجتمع المتحضر المتمدن أنه يقبل هيك شيء؟ ومع الأسف الغرب بدي بس يتفرج علينا وما يعمل شيء. بالنسبة إلى البطارقة، لا حل في المنطقة إلا في فصل الدين عن الدولة وقيام الدولة المدنية. والبطارقة دعوا الأسرة الدولية إلى الضغط على ممولي داعش والحركات التكفيرية لقطع مصادر الإرهاب، وممثلو المجتمع الدولي أخذوا علما. لا يمكن أن تستمر الدول وخاصة العربية والإسلامية صامتة ومن دون حراك بوجه الدولة الإسلامية داعش ومثيلاتها، فهي مدعوة إلى إصدار فتوى دينية جامعة تحرم تكفير الآخر إلى أي دين أو مذهب أو معتقد انتمى، وإلى تجريم الاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم وكنائسهم في تشريعاتها الوطنية. لقد دعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي لبذل الجهود للتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة، وتقوم الأمم المتحدة حاليا بعمليات إغاثة ضخمة في العراق. وبما أن لبنان يبقى الوجهة أو الملاذ لمسيحيي الشرق، فبطارقة الشرق دقوا ناقوس الخطر ودعوا إلى فصل انتخاب الرئيس عن مسار الأوضاع والصراعات الإقليمية والإسراع للتفاهم في أسرع وقت. فيما كان البطريرك الراعي قال للسفراء إن لا مرشحا رئاسيا محددا له داعيا النواب إلى انتخاب رئيس بدءا ممن يعتبرونه الأقوى.